نروح لعيد تحرير سيناء ال42. كل سنة وانتم طيبين. في يوم من الأيام وقف جندي مصري شريف ابن البلد شارب من نيلها ومعجون بمية بطنها بجد، وقف على ضفة الكنال وحارب وانتصر عشان يحرر أرضه ويرجع شرفه وكرامته. عيد تحرير سيناء ال42، سياسيون ونواب بيقولوا لك ان ارض الفيروز شهدت تطوير ونهضة كبيرة في عهد الزعيم القائد، وطبعا بيأكدوا انها انتقلت من بؤرة الاهمال الى الاهتمام، وعيد تحريرها رمز للعزة والنصر. ايها الطبال منك له، ايها السياسي الطبال والنائب الطبال والكاتب الطبال والطبال الطبال، سينا دايما في عهدة الجيش، واللي بيحكم البلد دي من 52 من 53 الجيش. فهي كانت مع مين وراحت لمين؟ كل شله يشبهله وكله من دقنه وفتله، فما تعملوش فيها ان هو الزعيم القائد ولا حاجة، عشان ده حتى اخيب عسكري جافيهم. السيسي: سيناء لطالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، ويشير الى انها ستظل جزء لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر. والله يا فندم هي طول عمرها جزء لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر، إلا إذا كان عندك اتفاقية معينة مع حد حبيبك اسمه بيبي نتنياهو ولا حاجة. في 11 سنة كيف حول عبد الفتاح السيسي أرض الفيروز إلى أرض الجحيم؟ تعال شوف معايا الفيديو ده، شوف لو في معلومات أنت شايف أنها واقعية صدقها، أو صدق كلام طبالين السيسي. حضرتك الفيصل والحكم. سيناء من أرض الفيروز إلى أرض الجحيم. نظام السيسي حول المدينة الهادئة التي أقسم الله عز وجل بجبالها إلى مدينة أشباح غامضة يسري فيها القتل والتدمير وما خفي أعظم. البداية من العام 2013، حيث تمكنت الجماعات الإرهابية من بسط نفوذها في المدينة، وعجزت قوات الأمن في حمايتها مما استدعى التدخل الإسرائيلي لقصفهم. وفي العام 2017 استيقظ العالم على حادثة مؤلمة في مسجد الروضة، حيث قتل تنظيم داعش الإرهابي قرابة 500 مصري، مما أظهر عجزا كبيرا في قوات الأمن. منذ ذلك التاريخ أعلن الجيش المصري ما أسماه العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب، لكنه لم يقضي على الإرهاب فحسب، بل طال الأهالي العزل بتهجيرهم من بيوتهم بحجة توسعة مطار العريش وأماكن أخرى قالت الدولة أنها للأمن القومي. روج الإعلام لمشروعات كبرى في المدينة قال عنها المراقبون بأنها لمستقبل إسرائيل، وتم الإعلان عن صفقة القرن التي بموجبها التنازل عن مساحات كبيرة من الأرض. مكن نظام السيسي دخول الفصائل المسلحة من أبناء سيناء ودمجهم في العملية الأمنية، هو ما أطلق عليه لاحقا قوات العرجاني، وأوصى النظام بدمجه رسميا في وزارة الدفاع. وأكد المحللون بأنها قوات تمثل خطرا مستقبليا، كما الحال في السودان مع قوات حميتي. وأخيرا تلتفت الأنظار إلى ترحيل قصري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، على خلفية الحرب الدائرة في غزة باتفاق منظم مع الجانب الإسرائيلي. واليوم تحل الذكرى 42 لتحرير سيناء، فهل تعتقد أنها تحررت فعلا؟ كل سنة وكل جندي محترم وطني وشريف، كل سنة وهو بخير، كل سنة وكل حد بيحب البلد دي بجد بخير وبسلام وسعادة وسيادة على أرضه.